أخطاء خطيرة جدا، ولكن كحال أخاف من سقوطي، أخاف من سقوطي وتبقى قبل زلزال 8 شهور 2023 كان منسوب المياه في البئر ديال الجمعية ضعيف جدا، ولهذا اضطرنا إلى تحميق البئر خلال شهر غشت الماضي، وكانت معه كان الماء قليلا جدا وكان يتقطع من حين لآخر، اضطرنا إلى الاستعانة بالجماعة التي زودتنا سيترنا ديال الماء التي قمنا بإحضار الماء من بعض الفلاحين، وكذلك اضطرنا إلى جلب الماء من عند أحد الفلاحين المجاورين لنا حتى لا تحرم الساكنة من هذه المادة الحيوية، وقد وجدنا صعوبات كثيرة جدا خلال شهر غشت الماضي، وقمنا بتعميق البئر الذي كلف الجمعية مصاريف كثيرة جدا، واضطرنا إلى إيقاف التعميق نظرا لنفادي المال الذي كان لدينا الذي جمعناه خلال السنة الماضية. ونتيجة الزلزال كذلك تم إحداث شقوق في هذا الصهريج المائي القديم الذي نطالب السلطات المحلية بضرورة إحداث صهريج جديد حتى يستجيب لمتطلبات الساكنة التي تتزايد يوما بعد يوم. كذلك قمنا كذلك بإعداد دراسة تستهدف تزويد الجمعية بألواح الشمسية، وفعلا قد استجابت الجماعة لنا التي دفعت الطلب التي قامت بإرسال الطلب الذي قمنا بإرساله إلى الجماعة إلى وزارة الداخلية التي استجابت لهذا المطلب إن شاء الله. أنا 160 ديال السكينة هنا في الدوار أي تمارة. لا الماء ديال الماء عندنا في الصيف كيتقطع علينا الماء صافي الجفاف، دابا في الصيف دابا كنسكنو من عند الناس كنجيبو سيتيرنا من الجماعة، وكنسكنو واحد السيد هو اللي عطانا الماء هنا باش نتعتقو بالماء هنايا، ما عندناش الماء هنا في الصيف ما عندناش الماء والو، هادشي هو اللي كاين. شحال ديال الناس اللي ساكنين؟ 160 ديال السكان. شنو وراه الناس اللي كيعطونا الماء هذا السيد اللي حدانا هو اللي عطانا الماء. اش عنده؟ واش عنده الفيرما هنا هو اللي عطانا الماء باش جنا القادوس وركبنا هنا ودرنا في الشاتو باش نشربوا، هذا الشيء هو اللي كاين صافي. قطعات خطيره جدا، ولكن اخاف من سقوطي، اخاف من سقوطي وتبقى السبب.